السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه حرشه سائله تب في المقله، وصفه سهله ولذيذه. هذه الوصفه تجي خفيفه، شوفوا تجي خفيفه ولذيذه. نستهلكوها مع الفرماج ولا مع العسل، كل واحد وكيفاش يحب. ما مع المعجون، نجمو ناكلوها مع المعجون. تبعوا معايا الوصفه. 4 كؤوس سميد رطب او 500 غرام، كأس الا ربع زيت او 150 مليلتر. هذا الكأس عندي سعته 200 مليلتر. 600 مليلتر ماء مع 3 ملاعق حليب بودرة. اذا ما كانش عندكم حليب بودرة يمكن استبدال الماء بالحليب، ما نعملوش حليب بودرة. ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة غير مملوءة خميرة فورية، خميرة الخبز، ملعقة صغيرة مملوءة سكر، ساشي خميرة كيميائية 10 غرام. حطوا كامل السميد، 4 كيسان. نبدأ بالسميد، نزيد الملح، خميرة فورية والسكر. نزيد الباكيتة خميرة كيميائية، ضفت الحليب غبرة، نعاود نضيف الزيت، نخلط الزيت مع كامل المكونات، نبسسها مليح. السميد يتخلط مليح مع الزيت، يتخلط مليح مع الزيت عاد نزيد الماء، نبدا نخلط. السميد يشرب بسرعة، سميد شرب الكمية الأولى من الماء، نعاود نزيد كمية أخرى ونعاود نخلط حتى نكمل كامل الماء. خلطت المقادير جيدا، نخليها ترتاح ربع ساعة، نغطيها. شوفوا كيفاش جات، نخليها ترتاح ربع ساعة نغطيها ونعاود نوليها. بعد ما ارتاحت العجينة شوفوا كي ولات، نبدأ نطيب فيها. عملت المقلة تسخن، دهنوها بشوية تاع الزيت والزبدة. المقلة خاص تكون غير قابلة للالتصاق. نعمل ملعقتين من العجين، نعمل لهم شكل دائري هيدا، يجيو شابين ومتقادين. نعاون راسي بمقلة وسكرة اللي تكون غير قابلة للالتصاق باش هيدا نكمل بسرعة. نشوفو العجين بدا ينشف في الجوانب، نقلبوها ما نخليوهاش حتى تنشف كامل من الفوق. كي يبدا ينشف من الجوانب نقلبوها، نسيبوها حمراء. هذاك هو يجيو بنان ويوجدوا بسرعه، ويجيو كميه كثيره، يجيو ضيوف على غفله توجدهم مع القهوه بسرعه يوجدوا.
عايش وبداو ينشفوا من الجوانب، نقلبوهم دوك. نعاود نحمر لهم الجهة التحتانية، الوصفة سهلة. نعاود نشوف نفقدهم، مازال يخصهم. هذا خصها تزيد تحمر، خليها تزيد تطيب على خاطرها، ونعاود نوليها. هذه من بعد ما حمرت صاي نحيها ونعاود نعمل واحدة أخرى ونكمل هاي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وصفة سهلة ولذيذة توجد بسرعة ضيوف الغفلة، ليكم لوليداتكم. اللي دخل أول مرة ما تنساش باش يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وما تنساوش باش تعملوا لايك إلى فيديو آخر إن شاء الله.